القاعدة. السؤال الأول عطيني ترى. شكون اللي قال لا شرعية ولا مشروعية لأي طلب خارج المعركة ضد الكورونا؟ نبدا بعد غيب خلي يرجع والثاني ديما راه عنده مونتاج انا واقف معاك انديس هو من الحكومه ما يكون كان رئيس الحكومه صابرة انديس من الحكومه الحاليه ما عندي حتى حل ما اكثر من انديس هذا نعطيك اسمه فارفيخ كل الحكومة الحالية يا ربي ما زلت في سيزوت عملت عمليهم رئيس الحكومة شكون حمد جبيلي شكونه سميه ليه اعطيني اسمه لقب السيد شكون يا ربي جاي بكروني كوستا سياسة تعرفش رئيس الحكومة هي هشام المشيشي هشام المشيشي ليه لا مش يفهموا سيدة مش سامعين ليه ما عندهم ما يفهموا خليها كيك صابرة هي حلاوتها كيك قل ليه بالحق خاطر هكا ضيعت شوية وكهو الكبر مخي الكبر لا هي راهي تعم في تايم لاين على الحكومات وكذا صحيح انا نعرف ليه لا انا فاهم علاش خاطر نحكيو على الفخفيخ واحنا جايين صحيح نحكيو على الفخفيخ واحنا في الثنية اللي قال هو رئيس الحكومة هشام المشيشي لا شرعية ولا مشروعية لأي طلب خارج المعركة ضد الكورونا قال ذي البارح قال انه الخدمة تمشي توا بالكدي في علاقه بالترفيع في نسق التلقيح ضد كوفيد 19 من خلال فتح مراكز جديده وقال زيدا في شرفه في تركيز على تركيز المستشفى الميداني المقدم من دوله قطر في فضاء في بحظ المستشفى الجهوي في الياسمينات بن عروس انه ما فماش كلام ولا صوت يعلو فوق صوت المعركه ضد فيروس الكورونا ولا شرعيه ولا مشروعيه لاي طلب خارج هذه المعركه. هل مع رئيس الحكومه في الكلام هذا اي انه توا زيد باش نناقشوا اي موضوع خاطر فما العبيد اللي حابه تستنتج ربطتها شويه زاد بالصندوق تاع الكرامه وكذا هو ذاك هو الكليم على خاطر لازم نحطوا الكليم في الكونتكست نتاعو وكيف كيف رامي ديجا قلناها قبل اللي مالوريزمون للكوفيد وصحه التوانسه ولات حاجه نتاع تجاذبات سياسيه نتصور كليم سيد رئيس الحكومه يرجع لكليم عبد الكريم الهاروني على صندوق التعويضات والمطالب هذيك ويقول لا مطالب شرعيه لا مشروعيه على الحكايه هذه ولا اي مطلب اخر قاعد يجي بالطبيعه صحه التوانسه تجي قبل العبيد الكل قبل المشاريع الكل ولا اي مطلب اما كيف ما قلت لك تصفيه الحسابات هذيا هي الخايبه تسيست المشكله وين الكورونا تسيست توافق الراي هذيا ولا اي ما جوست حبيت نقول اللي نورمالمون الكلام هذيا راه تقال من قبل ساعه خاطر هو هربين في وسط السفينه اللي قاعدين فيها ماشيين فيها دونك الكلام كان نورمالمون راه يتقال من اول ما بدات هالازمه الحقيقه اللي قاعدين نمروا بها دونك الحقيقه الاجابه نتاعو ولا الكلمه اللي تقالت هذيا تورد على العديد من الحسابات السياسيه اللي قاعده تصير لما اللي صارت مع رئيس حزب قلب تونس مع راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الكلام اللي تحكي في اللي كوليس الحزام السياسي معناه والاجتماع متاعه تغيير في وسط معناه بعض الوزراء والكل دونك نتصوره هو إجابة إن شاء الله يكون معناها اللي بالحق هو يعي ما يقول وبالحق يقول إنه طوى ما فما حتى حديث وحتى كلام كان في الكورونا كان الكورونا إن شاء الله صحيح يكون قد فعل ما هوش كما هو يأكد عليها دي ما يقول اهداف سياسويه وكجو درشنيه ومش وقته تو باش ماركيو الحاجه هذيك ان شاء الله تكونوا تخدموا بالرسمي اونيتمون في الحاجه هذيا باش نخرجوا من الازمه كل رامي خلينا نبداو ما همش يخدموا اونيتمون في تصفيه حسابات تشكيب رئيس الجمهوريه يعمل حاجه رئيس الحكومه يرجع عليه رئيس مجلس النواب يعيط له نعمل حاجه من الاخر يتوسع تسمعوا فينا راه حاجه ما تهمكمش اللي يهمكم هما صحتكم وكيفاش نضربوا على التلقيح اما فما ساعات كالتشكيب بالايجابي عرفتوا نتاع كان يشكبر بعضهم بالتلقيح يجيب تلقيح الاخر يجيب تلقيح يهبط تدري شكون يمشي لقح ما ميسالش صحيح هما توا هما توا نتصور في بيتين في رئيس الجمهوريه كيفاش معناه بتليفونات تصور ضربه يعني هما كان يكملوا شكبوا بالريتم هذا ان شاء الله يقعد لنا تلقيح ل 2027 كلنا نقعدوا نعملوا ديرابيل عرفت نوليو نبيعوا واحنا صحيح مخاخ رانا مخاخ في الايكونومي هذا اللطف السؤال الثاني يعطيني هاي نمشيوا للجزائر ترى السؤال يقول الله عفو رئاسي في الجزائر على شكون نبدأ بصابرة بديت بلوية قبل أنا حسب هكا تفكيري صابر.
انديس انديس يا صابره باش ما تعطينيش انديس وباش نجاو اخذ كيفاش عندك الاجابه عندك الاجابه نورمالمون لا لا نورمالمون خلينا نتكلم كان نورمالمون خلينا نعطيه باش ما تعطيهوش اوكي اوكي ركزوا معايا يعني على خاطر هي عندها الاجابه انا ما عنديش يعني انت عندك الاجابه تعبتوني يمشي انت صابره باهي اوكي انا نورمالمون حسب مازلت كي دزاير احتفلت بعيد الاستقلال نتاعها دونك صار عفو للمعتقلين اللي صاروا في الحراك نتاع نسيت العام انا هو معناه نورمالمون صارت عفو للعديد من الناس اللي احتجوا ضد النظام انا معاها انت معاها ما زوز غلطين برافو برافو زوز غلطين وي وي ولا غلطين نور نور بيدها مش مصدقه حاسه ما ثقه غريبه فيكم معناه الجزائر عفوا رئيسي على مرتكبي عمليات الغش في البكالوري امبوسيبل اه وي يا خويا اشعلوا اي نحن ها هما الاولاد هذوما كل عفوا رئيسي ليه على خاطر تعرف العفو الرئيسي شنو هي العفو الرئيسي فما حبس فما يا اخي يشدوا حبس على الباك يشدوا حبس على الغش في الجزائر وي وفي تونس زاده اللي هما تقريبا انا باش نعطيكم معلومه بالضبط بناء على وزاره العدل الجزائريه البارح زاده انه الرئيس عبد المجيد تبون امر بالافراج قبل نهايه الاسبوع هذا على 60 ساجين ودين بالغش في امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا 60 واحد محكومين بالسجن وفي تونس زادة لو تطور القانون زادة سنة ولا في محكمة تنجم توصل للسجن قانون ذي انا واحد من الناس ضد الدوره باش نبداو واضحين نعطي رايي قبل ما نعطيكم خاطر طفل صغير برجوليه في الباك ينجم يغلط ينجم هو على خاطر يحب يفرح ام ابوه يعمل اي حاجه يكيت اما باش تدخله للحبس من بعد باش يخرج لك ماهوش يخرج لك عالم ذره باش نبداو واضحين بيان سور نحن ديجا حبيت يعني حتى في تونس مثلا نحن العبيد اللي قاعده مثلا تطرد من الليسيه تطرد من الليسيكه المحكمه الاداريه وقت اللي تنظر في القضيه نتاع الطرد دابت محكمه المحكمه الاداريه انها ترجعهم ما فماش انك صغير في العمر هذاك انك تطردو وانت ما عندكش اصلا بديل شنو باش يعمل هذاك كي يخرج من قوانين صار ما جدا مش كان في زي معناها زي ثول هنا 60 سجين تقريبا معناها باش يدخل في الاريا باش يقولوا له علاش داخل باش يقول لهم والله تحت على الباك تحت على الكيت معناها تحت على حمصه تمام في الجزائر شنو رايك في القانون هذا حتى في تونس اللي هي زاده قلت لك وصلت للمحكمه وكذا وصغار اولا سامحونا سيده المستمعين على الثقه الزايده نتاعنا خاطر احنا غاطين برشا في الشان العام والسياسه بالنسبه للباك الحقيقه كيف ما قلت انت رامي ما تجيش تعاقب طفل مع انه هي غلطه هي راهو من الاخر شكون المسؤول لول المنظومه التعليميه وي من الاخر يعني انت تعلموا على احفظ وصب الحاجات هذيك الكل وتخلطوا لين يعمل الحاجه هذيك ومن بعد تجي تضربوا ما شوف الاسباب انت علاش ديما نحاولوا نلقاو حلول اللي هي مش رضعيه حلول نتاع سبب فشل دوله نسقطوا فيها على عباد مثلا انت تجي للحرقه وتقول باش نسكر الحدود دي ما هو شوف انت الاسباب نتاعها كيف كيف في الباك شوف الاسباب علاش العباد تعمل كيك العباد في تونس والا في الجزائر ظاهر انهم يكرهوا النظام التعليمي يقول لك ما عادش يتماشى ما نحبش انا ما نحبش نكون قالب نحفظ ونصب لا تو بار اكزومبل انا وريت قدامي طفل سناء في الباك نتاع سناء يعني شفت طفل صغير يبكي قدام الليسي ودي شبيك في طولك في عرض كل شيء قال لك تشد بالكيت مش توصل توا هي القضاء وما قضاء وكذا وبرا شوف السيف المرار هذا على فيديو كل شيء مش بيك انت عليه فاسكيت معناها تدوبلو العام السماح دنيا واخره راي ما هيش اخر الدنيا كنا باك وكنا مقتنعين اللي الحياه تتمحور على ذيك قال لي جمله والله العظيم علاش قلت انا قبيله استعرتها من عنده قال لك نحب نفرح امي تو سامبلومون ما حاجتيش بيه الباك ومانيش باش نولي حتى شيء اما حاجه حبيت نفرح امي تو سامبلومون في سنه اما الرزمه وانه في تونس فما ضغط مجتمعي كبير على الستاتيو نتاعك شنو هي تقرا ومن بعد الباك شنو هي تعمل وكيفاش باش تولي وكل مقارنة نتيحوا في المقارنة شفت ولد عمك وجارك والحكاية هذيك كل هذيك راهي عقد نفسية أنا واحد من الناس من جيل تربى على عقد نفسية تربى على المقارنة عنف 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 الكلام العبيد مش يبيلهم حاجة عادية ذاك قاعد يشجع فيه وهو قاعد يبني في عقد داخل العقد غاديك دونك في زيد زاد نزيدوا معلومة اللي 64 هما بالضبط اللي أدينوا بالغش في امتحانات الثانوية العامة الباك ما بين القضاء تحكم عليهم ما بين 6 أشهر أو 3 سنين كمان 3 سنين مبسوط كيف نتعديوا للسؤال الثالث يلا نمشي وتوا سيدي اللبنان الثقة تهدمت حتى أنا والله بيه في لبنان قال لك يا سيدي أهالي الضحايا متاع انفجار مرفأ بيروت بينسور اللي صار مؤخرا في لبنان مشيوا عملوا اعتصام قدام منزل وزير الداخلية واضح ولا شنية حطوله قدام داره في إطار
الاعتصام هذا. شكون بديت انا قبيله ذكروني؟ ديزم صابرة. ديزم صابرة. نبدا بلوان انديس. انديس حاجه في علاقه والله كان عندي انديس غير نعرف ما حاجات ولا حاجه في علاقه بالوفاه. بالوفاه تصاور اللي توفاو. شو صابر اكفين كفن قريب. نعطيك محاوله اخرى خاطر قريبه. يعطي مانتيني انديس من لا لا كهوه قلت لك قريبه. النعش. النعش ولا اللي هما توابيت. توابيت كيفاش عاونتها ليه؟ عاونتها صحيح. عاونتها ما قلتش الكلمه بالعربي. وليت ميم. دونك نفذ اهالي ضحايا انفجار مرفا بيروت اعتصام قدام دار وزير الداخليه غاديك في حكومه تصريف الاعمال محمد فهمي في بيروت باش يطالبوه برفع الحصانه على قيادات امنيه باش يحقوا معها في اللي صار هذايا في علاقه بانفجار بيروت. كيف كيف رفعوا الاهالي في اعتصامهم النعوش. كيف كيف حاولوا التقدم باتجاه منزل الوزير وصار برشا تدافع غاديك وصارت مشكله كبيرة بين الامن وما بين وزير الداخليه خاطر مشاو للداخليه بيدا. دونك هل مع الحاجات هذوما كيسيروا باش يوصلوا صوتهم ولا اي بيان سور معناها هذوما هذوكم عرفتك اللي هذاك واش عندهم باش يعملوا هما باش يوصلوا صوتهم مشاو له للدار خاطر غديك معناها نعرفوا اللي قاعد صاير في لبنان معناها فما معناها فوضى الحقيقه معناها فما انهيار كبير تعيش فيه اي صحيح هذيك هي هذيك هي. دونك قاعدين يوصلوا صوتهم باللي نجموا ابخيتو نتصور ما صار حتى شيء من وقت اللي صار الاكسيدون هذاك معناها نتصور لا فما لا تعويضات لا فما حتى شيء معناها فما شيء كله مشى كيكا. هو كي نرجع من اسباب الانفجار هي سببها فساد في صار في 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 لبنان واللي هي سبب مشاكل لبنان الكل سبب مشاكل برشا دول وخاصة الدول العربية اللي هو الفساد أزمات وراء أزمات في لبنان. أما طريقة الاحتجاج هذه قداش نستحقولها حتى نحن ماذا بينا أنا واحد من الناس قدام مسؤول ولا قدام دار مسؤول نجي ونعمل احتجاج بالطريقة هذيك سلمية بالطبيعة ونوصلوا صوتنا. ايفيكتيفمون هيك الصور تنجموا تشوفوها على الباج فيسبوك نتاعنا ولا اف ام تي في زيد غاديك وين تشوفوا صور الاحتجاج هذا والاعتصام تاع اللبنانيين في علاقه بانفجار مرفأ بيروت قدام دار وزير الداخليه. نتعداو للسؤال الرابع يلا الاولاد داي نمشيو شوي سبور نمشيو سبور صابره جاوك به لا مشكور مشكور اوكي قريب شويه نمشيو اكثر في اللانسوليت. فما رياضيه تركيه كانت باش تطلع في طيارة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بالسفر عندها كومبيتيشن وكل شيء. هي تركيا الرياضية هذه ما طلعوهاش يا أخوي هبطوها قال لك لا ما ممنوعة من طلوع من صعود الطائرة قال لك شنو الأسباب شنو السبب هو سبب برك أنديس أنديس عندي ديما حاسس مش عملك عرفت ان وسيم 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 مش عملك انديس 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 مش نقول لك باهي مطلع معاها حاجة أعطيني ليه اقتراح حاج... استنى ننديس يا صاحبي ليه ليه أعطيني ننديس قل لي شنية مطلع مع حاجة ذي سوى الجواب أي أنا سألتك مثلا أحسبوا أنديس مني أنا ليه ليه بلان راديو يلا حفظ ليه ما سليبة الحكاية والحقيقة رامي أنديس من فضلك أنديس في علاقة قرب شوية رامي خلنا ربح 50 دولار باهي هي هي لعبت كامل اجسام ما عندي لك حتى انديس الوزن نتاعها عالي سامحني انا تطيح الطياره معناها راك صابره هز معاها هز معاها حديد هز معاها حديد السبب هو كسر بالله سيد المخرجه السبب هو قالك ما لابسها الخاتش الحي ما لابس خاتش الحي مع العلم انا اكدت لكم على شيء طائره امريكيه افكتيف ما فوالا قال لك قدمنا هي اللعبة هذه كمال الأجسام دونك هبطوها خاطر قال لك لبس ملابس غير لاقة هذه في الرابور وذي حسب بيانسور صحيفة ذا انتبنتنت 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 من الهند من الهند ما تعرف انتبنتنت صحيفة جديدة ذي نطقة باللغة الرامية ذي عرفت كان لغلية عباصر زي سيز انتبنتنت انتبنتنت سيدي خويا هبطوها خاطر قال لك تبش بتاع خادش لنا صحيفة والله عاش خايف ليه والله انا طوى قاعدة نخزر لها التصويرة ونصور العبيد باش تشوف التصويرة لبسة عادي ذي مش ملابسها ذي في بالي هذي في بالي انا التصويرة هذي هي اللي مرجوعة في المطار يعني كيفاش ليه انا خاطر قال هو لبسة معناه ملابس خادشة للحياة وخزرت للتصويرة دونك في بالي هذي الحوايج اللي طلعت بيه في الطيارة خاطر هي لعبة الكمال الأجسام اللي هي اسمها خويا انا ما نجحتش مش قول لي انا تنعاودها التركي اللي هي دينيز صحيح دينيز معناه بحر بالتركي فوالا سايبينار سا
سايبينار تبار هذا بيجيب لك اردوغان انت بنت تركي سايبونار باش ايه رايك في حاجه كده على خاطر غريبه برشا طائره امريكيه صحيح فهمت غريب برشا على خاطر الامريكان نعرفوا كيفاش يلبسوا كيفاش يطلعوا في الطياره راميه الخبر هذا اغرب من انهم واقفوا جماعه الباك والله ما لقيت لها حتى اليوم جبت لكم اخبار هي على خاطر راهي من صحيفه انت بنت انت بنت انت بنت ديماك بيه فاتلكوا احلى رامي يغيب ويرجع يتهشش شفت الشباب ريت كيفاش انت بكري عامل فيا سؤال اللي بعده يلا يا سيدي البارح هبط تسريب جديد في علاقه برياضه كره القدم لشكون هبط بالضبط حسب رايك انديس رئيس جمعي تاع كيب كبيره برشا شوف اي كيف تعرفها رئيس جمعية قلت لك هيت لي كيف تعطيش سيب مورينو انترينور اعطي اي انترينور انا ماشي في مخي انترينور باهي اوكي اعطي كيف شفت منك باهي ريال مدريد اي والله جابتها والله جواب صحيح فلورنتينو بيريز اللي هبطوا له البارح تسريبات كليت عليها بعض الدنيا في اسبانيا هما تسريبات ما بين 2006 2007 و2008 في علاقه بزوز من اهم العباد اللي تعدت على ريال مدريد دوزي كان في ريال مدريد اللي هما راول غونزاليس اللي هو الكابتن التاريخي للريال ويكر كاسياس اللي هو الكابتن اللي بعده تاريخي بيان سور قبل ما يجي راموس دونك التسريبات كبير برشا نتاع ايكر كاسياس عمره ما كان حارس مرمى باهي وقصير وسبان وكل شيء ولكن الاكثر من هكا وين مشى في تسريب العام 2012 يحكي فيه على كريستيانو رونالدو اللي قال عليه كريستيانو رونالدو مجنون والرجل هذايا رجل مريض وبرشا كلام احمق وكجو هذاك دونك غريب جدا انه فلورنتينو بيريز تخرج له اول شيء التسريبات هذايا في الوقت هذايا ولكن هل هكا يتم التعامل مع نجوم كيما ذوما راهو بالرسمي اساطير بدلت اسم ريال مدريد هزته من بالي لبالي واحد اخر هو حسب ما حكى رئيس الجمعيه قال انه السيد اللي سجله حب يبيع التسجيلات هذيا ما نجحش ومحامين لاهين بها والفازات هذوكم الكل اما الحقيقه انك تجي تحكي على كاسياس وراول ومورينيو وتزيد تحكي على كريستيانو رونالدو بالصفه هذيك اللي جاب التيترويت وي ليه يعني تبارك الله عليك لازم ساقيك زوز يبدا ويسال هو تحكي افكتيفمون هو تحكي برشا البارح في علاقه بفلورنتينو بيريز اللي هو قريب من الخروج واللي داخل توا في استراتيجيه نتاع قاعد يحاول انه كالارض المحروقه اللي قاعد يهد خاطر بيع راموس وتوا شي خرج زاد فاران وكل ريال شيء نحكيها ريال مدريد افكتيفمون ريال مدريد وتسريبات كيما كي تهز وراو نعرف قيمة الكورة في إسبانيا راوية صابرة كيما سيسا بالضبط تسريبات كيما كي الدنيا تهزت مقادت على ريال مدريد اللي هو نادي القرن تحب ولا تكره وبالرسمي مع راول شورتو اللي هو لعب كبير ويكا كاسياس اللي جابوا تيترويت ما تيترويت للريال ولكن فلورنتينو فترة بيريز ذهبية ديك يصنع ولا يصنع الشوش رقى الآخر زاوب ومشكلة ذوكم راو جبت حتى فابيو كوينتراو زيدا اللي سابوا برشا أكثر واحد تسب هو فابيو كوينتراو دونك أما فما برشا عبيد يقول لك عادي معناها هذا الكلام يحكي والله انا ذي كلامي انا الحقيقه هذه ما نعرفش الموضوع والكل لما نتصور معناها الجوارات الكل والكيبير في العالم الكل ديجا الكره تبدلت ماهيش الكره نتاع قبل معناها عادي انه انت باش تلقى جوار باش معناها قبلنا انا تفكر ديما ما يهبطوا على ميسي وكريستيانو كيفاش هذا قال هذا معناها فما بون ماهوش سب اما فما اكل كيما نقولوا نحن مش نوع من الكلاش اما هكا المتربي شويه اساطير اسامي معناها قلت لك حتى رئيس الجمعيه راه دخل في حتى في النفسيه نتاعو يقول لك ماهوش نورمال ومريض ومجنون هو هذيك الوحده يعني غاديك القانون ياخذ مجراها وكاسياس مشي اكثر من هكاك كاسياس هو اكثر واحد للنقد ورغم اللي الناس كل تعرف ليو فلورنتينو بيريز هو اللي حاب يخرجوا بالتعاون مع مورينو بيان سور في الوقت هذاك اما وصل حتى المرت ايكر كاسياس اللي هي تعرفوا لعبت كل من الكوب دي موند هذيك اللي جات وعملت له الانترفيو كل شيء اللي سبها وعمل فيها اللي ما يتعملش ربي يهديك فلورنتينو كي تسمع فيه ضربت لي حاجه في مخي كيفاش صورك بليك تسمع كيفاش صابرة ربطت مورينو بريال مدريد تحسها فترة هذيك ديريك ورغم اللي عاونناها احنا باش تسمي كان لكي برافو صابرة تحسنت برشا في الرياضة جاوب صعيبة باش نحكيو على قانون جديد الولاد بالله قانون جديد هو فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة سمعتوا به الموضوع هذا ولا باش ناخذوا أكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع هذا بيان سور لهنا نتفاعلوا في البلاتو يكون معنا السيد فارس بلال نائب عن قلب تونس سي فارس نحوالك سي فارس بلال
عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بكل فريقني معاك، ومرحبا كذلك بكل مستمعي قناة إذاعة سي إف إم. نشكرك برشا سيد النائب على قبول التدخل معنا في اللقاية هذية. بنحكيه على موضوع فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة ذي اللي تم المصادقة عليها على في داخل في قانون الإنعاش الاقتصادي. شنية الحكاية بالضبط؟ العبيد مش فاهمة، موجود منه تصادق سيبات عدة شنية معناه من غدوة نجمو نحلو الحساب البنكي ذي بالعملة الصعبة، ولا كيف الحكاية بالضبط؟ شرط ماذا بينا نحن من غدوة يتم تفعيل القانون هذا، لكن كما تعرف القوانين اللي صدق عليهم البرلمان لازم من بعد السيد رئيس الجمهورية هو اللي بلوميلك هو يصح عليهم باش نجموا يدخلوا حيز التنفيذ. لكن نحن ما نجموا كان نقولوا إن شاء الله يمشي للأخر القانون هذا، خاطر فيه بمزور مهمين ياسر، مهمين جدا سيرتو بالنسبة للشباب، وأنا سبق لي وقلت لي أكثر منتفع من القانون هذا باش يكون شباب التونسي. بالضبط ما قلت أنت في فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، هذا يبدل برشا حاجات. أولها هو أنه كما كان قبل سابقا أي تونسي يتعامل ولا أي شاب يتعامل بالبيتكوين أي نوع من الكريبتو موني شفناه كيفاش يتهان في بلاده، كيفاش ينجم يوصل حتى يتوقف، وهذا حقيقة مش معقول. هذا جاي عليه جاي الفصل هذا يتوصل القانون اللي هو الفصل 11، واللي باش يمكن أولا كل الأشخاص التبعيين، معناتها أي تونسي مقيم في تونس باش نجم يفتح أو يمسك حساب بنكي بالعملة الصعبة. هذا باش يحل العديد من المجالات للشباب التونسي، يمكن الفريلانسور لي جون ديجيتو بطريقة عامة اللي يخدموا فريلانس بالضبط يكونوا كومبيتيتيف سور لا سين انترناسيونال. اليوم العالم تبدل، ما عادش ما عايشين في اقتصاد مغلق وين ثم مواد الشغل ما تنجم تكون موجوده كان في تونس. اليوم لي جون كلهم كيما كنت نقول لك نيمبورت كيل ديجيتال بالديسبوزيسيون هذايا ينجم يولي يقدم دي بيرفورمانس وخدمات للخارج، هو موجود دارير الكرون نتاعو في دارو في تونس، ينجم يقدم خدمات في المانيا في فرنسا في كندا ولا حتى في الصين ويخلص عليهم عملة صعبة. بي والكونت هذايا فيه بلافون تاع قداش ما نعرفش حتى بلافون، كانك انت لي بيرفورمانس نتاعك يجيبوا لك 10000 يورو يدخلوا لك في الحساب نتاعك 10000 يورو، 10000 يورو هذوما تنجم انت تعاود تستعملهم في الحساب نتاعك، تنجم تبدلهم بالدينار التونسي تستعملهم في تونس، تنجم تسافر تلقى الكونت هذايا موجود، تنجم تشري بهم انت كيف ليزيكيبمون اللي حاجتك بهم، تنجم تحسن في المردوديه نتاعك، وتنجم انت بيدك تدخل للسوق العالميه توي كومبيتيتيف في الامبلوا، باش نقص الشوماج من ناحيه مهم جدا، واهم من هذا باش يمكن انك تدخل ديفيز للدوله التونسيه، ويفا غونفلوي كذلك لكاس دو ليتا اللي هنا اليوم نشوفوا كيفاش الازمه. باهي سيد النائب، في علاقه بالشروط اللي لازم تكون متوفره في المواطن باش يحل، شنو هي الشروط اللي لازمنا باش نجم نحلوا الكونت هذايا؟ ابريوري ما فما حتى شرط، اي مواطن ينجم يحل الحساب هذايا، ولكن عنده حساب ينجم يكون ممسوك عنده. حاجه وحيده اللي ماهيش تنجم تكون ممكنه انك شهريتك بالدينار التونسي تبدلها بالعملة وتخرج الفلوس البر، واضح يعني حال خاطر لازمك تحمي الاقتصاد نتاعك، وهذا مش شيء نجم يكون ممكن. لكن اي خدمه قدمتها للخارج وخلصت عليها بالخارج الفلوس هذوك تنجم انت تثمنهم. وبطبيعه الحال في يصيروا فما منشور تطبيق من طرف الوزير علي الكالي باش يضبط الامور هذه الكل. واضح بي سيد النائب. لؤي شيرني بحضرنا في بلاتو يحب يتفاعل معك في الموضوع هذا، يقول لي لؤي. مرحبا سيد النائب، جوست حاب نسال على خاطر ما قريتش القانون، من في الفصل 11 ظهر لي فما العمله الاجنبيه، اسكو تم التنصيص على العمله الرقميه والا العمله الاجنبيه تعني العمله الرقميه؟ شوف هو توا في الوقت الحالي بالقانون الحالي مجال الصرف هذيا اللي هي دخلي قبله في مداخلات في المجلس، قلت كيفاش قاعدين نتعاملوا مع شبابنا مجال الصرف كي بات من السبعينات وبالثمانينات الورك العالم يتبدل. العمله الرقميه اللي كونسيديريكم من دوفيز في بلادنا، دونك انت تبدا حامل اليوم للعمله الرقميه انت مخالف للقانون. اليوم مش عليك عمله صعبه معك، مادامك انت وليت بامكانك انك تكون عندك حساب بنكي بالعمله الصعبه او حساب بنكي اون دينار كونفرتيبل، دونك لو بروبليم ما سيبوز بلو. سامحني نكمل في نفس الاثار، يعني هل العبيد وليت تعمل مثلا الماينينغ؟ فما البوتنسيال نتاع الشركات نتاع الماينينغ وحاجات كيف هكا في تونس؟ بيصير شوف الفصل هذا 11 اللي هو يقول لك بامكانيه اي شخص طبيعي مقيم، خاطر هو اللي قبل المشكل كان انك في الكود دي شانج الموجود الحالي ثم فرق ما بين المقيمين والغير المقيمين، وغير المقيمين بامكانهم والمقيمين مش بامكانهم. القانون هذا الفصل 11 نتاعو يغون كومبليتمون
يقص تماما مع النوسيون هذه نتاع مقيم وغير مقيم. دونك توا المقيمين هما بينهم باش نجموا يقوموا بنفس العمليات اللي كان يقوم بهم تونسي غير مقيم موجود في بلاد اجنبيه. دونك تو ديفيان بوسيبل. وهذا باش يمكن انك ليبير لو بوتونسييل نتاع الشباب اللي بحق بحق فعلا اليوم هاني نشوف انا بدي راني شاب قبل ما ندخل مجلس النواب كنت مواطن كالمواطنين الكل. اللي اليوم معناتها كي نشوف في اصدقائي اي شخص معناتها خوه صغير ولا هو بيدو ياخذ الباك وهنا شفناها حتى في الوالة اللي جاو في تونس يقول لك انا نحب ناخذ الباك ونخرج في تونس. علاش؟ على خاطر مش قاعد يحس في روحه في بلاده ويتمتع بالحريه. كل حريه فما الحريه الشخصيه جان وفما كذلك الحريات الاقتصاديه. هذا جاي في اطار انه نمتعوا الشباب بالحريات الاقتصاديه نتاعو كما يعيش كيما نداده في العالم. مهم جدا العالم اليوم كما كنت اقول لك تبدل يشوف قاعد في فيسبوك وفي عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش نبدو عايشين وكيفاش متمتعين بحريتهم الاقتصادية وهو كان يشوف في روحه في بلاده محروم. بالضبط. وهذا حقيقة ما كانش معقول. بالضبط. مهم جدا وباهي برشا باهي برشا كان باللي كنا نحكيو فيه ذي الكل باهي برشا القانون كيما ذي حل برشا مشاكل زاد حتى في علاقة بالبطالة والفريلانس اللي ما يقابش وين يصب وتبديل ودرشنية. نشكرك برشا السيد النائب السيد فارس بلال نائب عن قلب تونس على المعلومات هذه الكل. ميرسي بوكو. ما شكرا عايشك نشكرك برشا سي فارس. ثم زاد راه هو العديد من الديسبوزيسيون الاخرين راه فماش كان الديسبوزيسيون هذيا ثم كيف كيف في السكن اليوم مش نجم اي تونسي ولا اي عائله تنجم تتمتع هذاك توا هو بالقانون الحالي بالضبط هي تتمتع بالكريدي لكن ماكسيموم 15 ولا 20 سنه ولازم تقوم بانابور ب 30%. القانون هذايا جديد حاليا السيد رئيس الجمهوريه وان شاء الله يصحح عليه في 20 ثانيه. سي فارس عندنا الاخبار قول لي. Donc,